كم كم بس بعدين تو الساعة تبدأ بعدين نعطوكم نبذة مختصرة على الدورات التي تقيم حاليا في مدينة بلدية جدابية، اللي هن دورتين. الدورة الأولى بخصوص كشف الأعطال السيارات بالكمبيوتر، والدورة الثانية صيانة الألواح الإلكترونية للهواتف النقالة. طبعا مدة الدورة شهر، لكل دورة مدتها شهر. المنتسبين أو اللي نحن مستهدفينهم اللي هم الشباب باحثين على العمل من عمر 18 سنة فوق. طبعا الدورة مقسومة على جزئين، اللي هي كل دورة 50 باحث على العمل، فترة صباحية 25، فترة مسائية 25. والحمد لله رب العالمين، والتوفيق إلا بالله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا دورة صيانة العوادم والألواح. نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه دورة خاصة بالباحثين العمل في مدينة جدابية، بلدية جدابية، بإشراف مكتب العمل والتأهيل جدابية وتنفيذ مركز العربي للتدريب والصيانة. طبعا الدورة هذه مختصة بمجال صيانة الهواتف النقالة والبرمجة وكشف أعطال السيارة الحديثة بالكمبيوتر. طبعا بالنسبة لصيانة الهواتف النقالة، تدربوا على تشخيص الأعطال وكيفية تغيير قطع الإلكترونية، تشخيصا وقياسا وصيانة بالكامل في الأجهزة الحديثة.